صوت عيال وسقفة وحبة زغريت. أنا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير أقوى 100 مرة من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السماء ذكاء على بمكير اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير كوكتيل خطير كوكتيل خطير رضعت في طفلتني الناقة مش بودرة وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن أحرف من أي ود صغير أو كان كبير أو كان كبير كفاءة أحكم أي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني أو كان فقير مهما كان علامة جاهل أو خريج فرير يطيع الكبير يتكون محدوث في بطن بير Objection 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 Kid loves the cake and I'll be then your own the please just give yourself a break you can't even battle me 101 Mr. Fake my rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امن ام 50 سنت وسول جابوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع, ما ينفع. جزرة وقطمها جحس يا ويل صباح الخير يا هدية صباح الخير جوني 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 نعم ممكن اخد اللابتوب بتاعك ثانية عشان اشوف حاجة على النت لا لا مش ممكن يا جوني هعملها بسرعة انا قاعد على النت انا قاعد على النت الرخامة دي جوني جوني بقول لك ايه والنبي اديني اللابتوب بتاعك بس ثواني عشان اللابتوب بتاعي مهنك فعايز اشوف حاجة بس حلف عينك لما شفته في ايدي زي امبارح برضه شفتني باكل موزة هات غير طعم بوقي مش هديك حاجة انا قاعد على النت يعني قاعد على النت لا خلاص ما خلص خده يلا كل واحد يطلع على اوضته عشان هنروق لا انتوا متفقين عليا يا جماعه انتوا متفقين على هديه انت مش لسه برواق امبارح هو انت بتسمي الكاسيتين دول رويق لا بسميهم ترويق اديني بس دقيقه هتشكل ميل البريد الالكتروني بتاعي وبعد كده هطلع فوق ماشي او ماي جاد نجحت نجحت في ايه نجحت يا توماس نجحت يا اشلي هو النجح في سنه كام ده هو لسه بيتعلم طب جوني قول لنا انت نجحت في ايه عشان نفرح معاك قبل ما نيجي المزاريطه كان في مسابقه في امريكا بيدوروا على حد هيبقى بطل فيلم تايتانيك 2 واو قدمت صوري وسقطت على الموضوع وجس وقت لا 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 ما تقولش ان هم اختاروك عشان تبقى بطل فيلم تايتانيك 2 يعني مش قوي كده هم نقوني انا وعشرة كمان وهيصفوا ما بيننا ايه يا جوني ده ونجحت وجو لسه هيصفصفوا ما بينكم يا ابني ما تبقاش كئيب ومحبط انت عارف في كام واحد من العالم قدم على المسابقه دي زربيح نقوا من الزربيح ده كله عشرة وانا منهم يبقى فرصتي ايه كبيره
بس تعرف في مشكله. ايه؟ عايزيني احضر مشهدين واعملهم قدامهم. يعني هتسافر امريكا تعملهم وتيجي؟ اه ايه؟ وافرض ما نجحتش يبقى كده طخيت المشوار على الفاضي وجيت؟ ايه التخطيط دي؟ ما انا مش فاهمك بصراحه، يعني ايه المشكله لما اروح واجي؟ احلق حاجه زي كده يعني؟ لا لا مش قصدي تحلق، بس يعني فهمهم ان انت مش في امريكا وان انت ممكن لو ينفع يعني ان انت تصور المشاهدين هنا وتبعتهم على الدي في ديز او ده اسمه فتي بقى، انت بتركب في اي حاجه وتفتي وتقول اي تخش في اي حوار تفتي وخلاص. بشوف لك حل يا جوني في ايه يعني؟ ناس بسيطه ده هوليوود بقول لك وتايتانيك 2. يلا اطلع على فوق عشان عاوز اروق واخلص. يا جماعه انتوا بتحبطوني ليه يا جماعه؟ بقول لكم تايتانيك 2. بقول لك ايه يا سي جوني، انا عندي لي 3 ايام روحي في مناخيرها وما طيقش نفسي وما لكسرش لفت وعجر، هتقوم ولا او ماي جاد. مبروك يا ست هديه، مبروك يا كبير. امال يا دكتور عندي ايه؟ ايه يا كبير؟ تفتكر هقول لك مبروك المدام جالها الضغط؟ مبروك المدام حامل. انت بتتكلم صح صح؟ وانا بهزر معاك ولا ايه؟ مش وقت، خليك معايا. انا هكتب لها على شويه مقويات وفيتامينات. وخلي بالكم الحركه الزياده والعصبيه مش كويسين عشان الجنين. طب عدم المؤاخذة يا دكتور، سؤال صغير قدك ده. ايه؟ وانت بتكشف عليه لقيته واد ولا بنت؟ لقيته كومي، ما بيبانش دلوقتي لسه، بعدين في جهاز اسمه السونار هو اللي بيبين اللي كان ولد ولا بنت. قومي حضرتك بقالك نص ساعة عم تكشف عليها بالسماعة. اه يعني انا لو سمعت صوت الجنين خشن يبقى ولد، ولو سمعته ناعم يبقى بنت. انا زهقت، الأدوية دي تجيلها وأنا هعدي عليها بعد أسبوعين، ولو حصلها حاجة أو ما حصلهاش حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. السلام عليكم. غور الله يعكنن عليك. ألف مبروك يا بنت. مبروك عليك يا كبير. أخيراً وديدت. مبروك يا أم الواد. إشمعنى يعني هيطلع واد؟ ما يمكن تبقى بنت. والله لو بنت وشبهك يبقى خير وبركه. بيني وبينك انا ما عاوز يعمل حكايه الصنان اللي هيقول عليها البشمهندس ده. كل اللي يجيبه ربنا كويس، المهم تقومين لي انت بالسلامه. يسلمك يا كبير. مين؟ انا جوني. تعال يا جوني، تعال قول لي. الف مبروك يا كبير، الف مبروك يا هديه. الله يبارك فيك يا جوني. اهدي، انت الحق تعرف هي مفيش حاجة بتستخبى في البلد دي ولا ايه؟ لا الدكتور اللي شكله مجرم ده هو ماشي حكالي على كل حاجة. بجد خبر بمليون يورو. طول عمري كان نفسي حد يقول لي يا انكل. من قلبي ريلي مبروك. الله يبارك فيك يا ولد ابوي. ها فكرتوا في الأسامي؟ أنا رأيي لو ميل ذكر يعني تسموه تيستو، ولو بنت تسموها براكسا. تيستو إيه يا عم أنت وبرخصة إيه؟ لو واد هسميه العتري عشان يبقى فيه مزيكا. اسمع كده. العترة الكبير الكبير قوي، شايف القفلة؟ ولو بنت هسميها دام العز على اسم ستي الله يرحمها. لا يا اخويا، انا هسمي عيالي اسماء حديثة، يعني لو واد هسميه مهند عشان يطلع رومانسي، ولو بنت هسميها نانيس. So weird. ربنا يكون في عون الاطفال دي. يا جماعة دول احباب الله، نص البلد اسمها نانيس. يعني ايه نانيس اصلا؟ انتوا مش عارفين يعني ايه بتقلدوا. خلاص هاتوا حاجة مبتكرة، مفيش منها كتير. يعني عاوز اسميه صباخ يعني عشان يبقى مميز. رايحة فين يا بت؟ عشطانة، هقوم اشرب. يا بت انت بقرة يا بت، مش الدكتور قال لك تقعد وما تحركيش من السرير واصر؟ عاوزة أي حاجة قولي لي، أنا أروح أجيبها لك وأجي. عشطانة؟ قولي لي، عايز أشرب مي. أروح أجيب لك مي. يا أخينا، في حاجة؟ دي غرفة نوم، دي جاي تحلق. أحلق إيه يا عم؟ أنا بس متأثر، الكلام تاتشي يعني كان. يلا يا حنية، يلا يا حنية، يلا يلا. والله وحتبقى دادي. أو ماي جاد، أو ماي جاد، ردوا عليا. مين دول اللي ردوا عليك؟ بتوع مسابقة التمثيل بتوع أمريكا، بعتوا لي ميل موافقين. لا يا راجل، شفت بقى مش قلت لك؟ قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا لي ممكن أبعت الدي في دي ماكسيموم شهرين. طب بيس جدا، شهرين ده وقت كافي قوي. إحنا عايزين نألف مشاهدين بقى
جامدين جدي، حاجة اللي بتبين الهيرو، عارف، عشان يتوهموا بيا قبل ما اروح. ممكن نعمل ده بتاع ماتريكس، عارف لما كان البطل جاي عليه الطلقة من اللي هو ده، بس هتعمله انت بحبل طبعا، هتشدني بحبل عشان موعش. وممكن التاني كمان بتاع سوبرمان لما خد حبيبته وطار بيها من فوق الروف وعمل وش الجان. ايه سوبرمان ايه وماتريكس ايه يا ابني؟ الناس دي عايزين مشاهد اوريجينال، يعني ما حدش شافها قبل كده. طب هنلحق امتى الالف مشهدين دلوقتي؟ سيب الموضوع ده عليا. سيب الموضوع ده يعني تنيل تعمل ايه يعني؟ هكتب المشهد وهخرجه لك. انت عارف ان انا من زمان عندي الملكه دي، احب القصص والتاليف والاخراج وال... تصدق معاك حق، انت طول عمرك فتاي وراجل كذاب. طب مش بتصدقني؟ الحقيقه لا. يبقى سيب الموضوع ده عليا. برضو بقول لك انت بالنسبه لي فيك، يعني مفقوس. انا عارف ده موضوع وده موضوع تاني خالص، انا فاهم كل حاجه، بس سيب الموضوع ده عليا. يا ابني قصدي انك مش بتصدق. سيب الموضوع ده عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله ما انت جايبه، انا اروح اقلع لحالي. ما انا ما كنتش هقوم اصلا. ماشي ماشي يا ام العتره، ما هو اللي يلقى دلع وما يتدلعش. يا دايف انت مولع سجاير؟ لا ما مولعش. انت شربت سجاير النهارده؟ ولا سجاره واحده. طب كنت قاعد مع مدخنين؟ ايوه عادي كنت قاعد مع مدخنين. لا مش عادي، انا مش طايق ريحه الدخان دي. اخفي الهدوم دي برا، اخفيها. اها ادي الهدوم اها، وادي ريحه السجاير. ها روح يا ريح. واه اقدحها تقلب لنا ريحه الهدوم اللي في الدولاب. هذه العبايه، هذه العبايه. قولي لي عاد تقري ايه؟ ده كتاب جابهولي جوني اسمه الدليل الشامل لرعاية الأطفال والأحداث من فترة ما قبل الولادة حتى سنوات المراهقة. بيقول ايه كتاب ده؟ بيقول ان الوحدة في أول الحمل بيبقى خلقها في مناخيرها، ولازم كل اللي حواليها يطوعوها ويسمعوا كلامها في أيوتها حاجة. ليه؟ عشان ما تتزربنش. وبيقول لك ان الوحدة ان تزربنت بيبقى خطر عليها وعلى البيبي. ربنا ما يجيبش زربنة. قولي لي صح، انت كلتي ولا ما كلتيش؟ لا ما كلتش. واه ينفع قده كل ده من غير ما تاكلي؟ قده البيبي يطلع لايح. والله ما قدر اكل يا كبير. لا لازم تاكلي. شوفي انت قولي لي نفسك في ايه وانا اجيبهولك ان شاء الله لو كان اي حاجه. اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طيب انا عاوزه سوشي. جوني توماس انا بجد متوتر. لا جوني في ايه؟ فك يلا ريلاكس نفس. برو ايه بقى المشهد؟ على فكره انا استشفيت من لبس انه هطلع امين شرطه بوقف تريلات. اوستا اوقف رخص. لا 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 خالص. بص جوني انت علي يا ويكا، المواطن المصري الاصيل، ابن الجنايني المصري الاصيل. بص الكلام ده كله بيحصل قبل الثوره، بالرغم من فقرك وشعرك الا انك قدرت انك تدخل كليه الشرطه. المشهد ده بتقابل فيه حبيبتك اللي هي انجي بنت الاقطاعي، الراجل اللي هو الباشا الكبير. المشهد ده انت بتقول لها فيه انك بتحبها بالرغم من الفرق الاجتماعي اللي ما بينكم. دي حلوه، في دراما في الموضوع، يعني في تحدي. بس تعرف في مشكله صغيره، حاسس انه مش اوريجينال، يعني سمعه قبل كده. شايفه؟ شفته فين يعني يا معلم؟ شفته شفته. يعني انت ما فتحت اللابتوب بتاعي؟ لا. يبقى ما شفتوش يا معلم. انا لسه كاتبه امبارح. ممكن. طب بقول لك ايه؟ يا بعيدا عن اي حاجه، مين دي؟ دي قمر. لا مش بقول لك انت شايفها ازاي وايه ميولك، مين دي؟ دي الغزلية بتاعت الموالد، قمر الزمان. دي قمر الزمان؟ يا امال غدر الزمان يبقى ازاي؟ طب ودي ايه اللي جابها هنا؟ يا معلم دي انجي اللي هي بنت الباشا بطلة المشهد. دي بنت الباشا؟ دي بنت الباشا؟ المشاهد دي رايحة هوليوود. ما هي نو يا جوني، بس اعمل ايه؟ مفيش واحدة رضيت تعمل الدور غير دي، انا اعمل ايه؟ المشهد رومانسي،
يعني لازم يتصدق. دي ازاي هيصدقوها؟ ازاي؟ بعدين تخيل سبيلبرج بيتفرج على المشهد، تخيل. يا معلم الناس دي مش عايزين يشوفوها، ما لهمش دعوه بيها خالص، عايزين يشوفوك انت، الفوكس عليك انت، مالكش دعوه. بص بقى انا هشيل كل ده في المونتاج. مونتاج هيعمل ايه؟ هيعمل يا نهار اسود، دي جايه علينا. تكون سمعتني؟ عادي يعني، ايه المشكله؟ بقول لك يا اخويا انت وهو، انا ما حدش اتفق معايا على المصلحه دي، كمان اول مره اشتغل موديلز. لوحدها موديلز. انا بقول لك اهو، انا هاخد في المصلحه دي 25 جنيه، ما ينقصوش مليم احمر، زي اللي باخدهم في المولد. رد رد على بنت الباشا، رد. اوكي يا عمر، بصي احنا هنديك اللي انت عايزاه. طب اهرش. اهرش؟ اهرش، مش عايز اهرش. اهرش ليه؟ ابي بالالمونيا يعني. كلميني عربي. طب عربي بليز. اللحاليح، الكتاكيت، البرادس، الفلوس. ما تتنيلي قولي فلوس، اتنيلي قولي فلوس. خلاص خلاص فلوس. خلاص يا جوني خلاص. ايه 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 يا 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 خلاص خلاص، معلش معلش يا جماعه. انت ايه يا ست الكل، انت جاهزه؟ ست الكل اللي هي تنسطر، اول مره حد يحترمني. طب معلش اتسطر. ها يا جماعه جاهزين؟ جاهزين. اوكي اكشن. انجي علي. علي هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. عوقت ليه يا جدع وخشتني عليك؟ انا قاعده مستنيك النهارده من الفجر. طب ورحمه ابويا اللي هيعدمه يا رب، كل يوم بقعد استناك هنا في الجنينه. كت. ايه يا جوني في ايه؟ ساكت ليه؟ ايه مالها؟ واحدة بلا فترة مش فتش البوي فريند بتاعها، بتقول له عوقت والجنينة، يرد البوي فريند؟ يرد؟ ايه يا ست الكل في ايه؟ ما بتقوليش الكلام المكتوب ليه؟ بقول لك ايه، الكلام بتاعكوا ده يا اخويا ملعبك، وبعدين انا ناصحة وواعية، عارفة انتوا عايزيني اقول ايه؟ انا هقول لكم اللي انتوا عايزيني اقوله بالوايم كده، بالفهلوة والحداقة. ايه الصعب في النص؟ ايه الصعب؟ عايز افهم. اللي انت قلتيه ده متنيل اصعب 100 مره من المكتوب، وبعدين ما تتنيلي تقري المكتوب وخلاص. اقرا ايه ونيلي وانا بعرف اقرا؟ وبعدين يا حبيبي انا مش جايه مدرسه. بقول لك ايه؟ عاجبك عاجبك، مش عاجبك اديني حبيبي فلوسي وامشي، عندي اسبوع. طب خلاص خلاص معلش. جوني جوني مونتاج، كل ده مونتاج. اوكي يلا. اوكي جاهز؟ اه. طب يلا كل واحد من الاول بقى، من الاول. روح مكانك يا ست عمر. عمر ايه؟ عمر ايه؟ عمر بالستر. جاهزين؟ هنعمل تاني. ها ثانية واحدة. اوكي انا اكشن. انجي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. انت عوقت ليه وخوشتني عليك؟ انا قاعدة النهاردة من الفجر جدع مستنياك، والأخوية اللي بيني وبينك، أنا كل يوم بستناك هنا في الجنينة. I'm so sorry يا حبيبتي، بقالي 3 weeks ما خدتش أجازة، عندي امتحانات ميد تيرم ومذاكرتش حاجة. لا إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمك وأشوفك لواء. بس مش عارفة لا علي كده، يعني أنا ما كنتش مصدقة إن أنا هبقى مدلوقة عليك وأبقى عايزة أشوفك على طول. إيه جدع مالك منشي كده؟ الله اصغاضني، هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ لا ما وحشتنيش يا انجي، ما وحشتنيش. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان بشوفك في كل حاجه. بشوفك في قرص الشمس، في قرص القمر، في قرص الفيتامين سي الفوار، بشوفك في فوم النسكافيه. اعترف لك بحاجه؟ لما بتوحشيني قوي بطلع الورده اللي اديتها لي زمان في عيد الشرطه اللي فات. يا لئيم، انت لسه محتفظ بيها؟ دي زمانها عفنت. بتقول لك عفنت يا عم، مشهد رومانسي بتقول لي فيه عفنت. مونتاج، كل ده مونتاج. مهما عفنت ومهما كمكمت هفضل محتفظ بيها. عارفه ليه؟ ليه؟ بتفكرني بيك. باجمل عيد شرطه عدى عليا، وانت كمان لازم اديكي حاجه تفتكريني بيها. لا 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 بصي، ما ينفعش، احنا لسه ما ارتبطناش. النوج. خدي دي. يا لهوي. او ماي جاد، ام بليدنج النوج. الغباوه دي عليه؟ انت اتجننت في حالك يا ولد؟ الله
خلاص النوج النوج خلاص هو ده بس مجرد سكراتش بسيط سكراتش ايه ونيلي تي صبعك بيشلب دم هو اكيد مش قصده يعمل كده ايه يا شاطر انا كنت قاصد وده عشان يعلمك انك ما تهديش بحاجات مش بتاعتك ناس ما انتش من مقامهم سيبك منه الواد ده شكله بيهالفت شكله مبرشم انت ضارب حاجه ولا خد القشار بده اربط التعويره لحد ما اجيب لك الميكروكرول الميكروكرول غوري هاتيه تكنيله في غباوتك تصدق واد علي انت غبي تكنيله في اللي ربوك اخس عليك وانت يا شاطر اوعاك تفكر انك البدله اللي انت لابسها دي ولا الشرايط الحمراء اللي انت معلقها هتخليك توعى لنفسك صح انك ظالم لا فوق الخلاجات ما هتغيرش اصل اللي لابسها يا ابن الجنيني اه نو مان نو الانسان مش بالشميز اللي عليه نو الانسان بالديتيلز الحلوه اللي بيعملها انا ما عنديش وقت اقعد اضيعه معاك ورط انا راجل مشغول عندي ماتش كريكيت مهم في النادي لكن قبل ما امشي احب احذرك تحذير اخير تعويره المره دي جت في صوبعك انما المره الجايه تعويره تبقى اكبر لان الهدف هيبقى اسهل واكبر كات هاي يا فزاع فزاع ايه يا حيوان ده مش الشوريل بتاعي ده ممثل تاني فيه وبعدين في جمله كلها ايه 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 الهدف هيبقى اكبر هتهزر هتهزر بعدين اصل المشهد كله انا مش مقتنع بيه ايه اللي بيحصل ده انت متخيل الشريط زي ده لو وقع تحت ايد مخرج زي جيمس كاميرون ايه 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 الرياكشن بتاعه جوني انا قلت لك قبل كده ان كل الهري ده في المونتاج يا ابني انت المهم عندي يعني انا ببروزك انت شكلك هتلبسني في حيطه مش ممكن جوني اهدى في ايه هتظبط بقول لك يا اخويا هي الليله الغبره بتاعتكو دي ما فيهاش طفح اه معقوله يا اشلي طب قولي لي يا ست الكل عايز تاكلي ايه على البريك هو حتتين سمين كده من اي مصمت وجنبهم حتتين طرش غير ها غير هدوم ده ماله ده عادي يا ست السوشي اللي نفسك فيه لفيت النجوع نجع نجع عديل يومين لحد ما لقيته ايه ده هو ريحته عملك ده ليه ما طبيعي يا بنت هو مصنوع من ايه اساسا ده مصنوع من عجينه الجيلي فيش وده ملفوف بمصارين الاخطبوط الداخليه وده معمول بمدعوق البحر لا يا اخويا انا ما عاوزاش اكل من المصاريح ده يعني ايه ما عاوزاش تاكلي مني طالع عيني عشان اجيبه يعني خساره فيها يا كبير مش مساله خساره يا هديه بس لازم تاكلي اي حاجه اقدر عفش عليك وعلى البيبي ايوه بس البتاع ده ريحته قلبت لي بطني مش هقدر اكل منيه معلش معلش هو ريحته زفره بس طعمه زين شوفي ها شفت اديك ما استحملتش تحط دنشه في خشمك اها ما يا هديه لازم تاكلي اي حاجه اي حاجه ان شاء الله لحسه ركفور طب اقول لك انا نفسي في ايه ها ولا بلاش ايه الهبل دي ما تنطق يا ولية طلعت عيني انا عاوزه ملوحه ليه ملوحه ليه ملوحه اسمك ارحم يا شيخه ونعمل ايه يا كبير نفسي جبتني عليها حاضر ما انا لازم اجيب لك بدل ما الواد يطلع لي زعنوفه في السلام عليكم استنى شيل البتاع ده من هنا ارش سكر ودي الفزاعة على انه بسبوسه فيليب اوغوست مالك فرنسا قائد الجيوش الفرنسية كارل دي مونفرا آرثر روبرت ديوك أوف لاندرز ويليام برنس أوف سواميا أري دو شامباين روبرت ديوك أوف ليستر حامل الدرع الذهبي من أليكسي الثاني إمبراطور بيزنطيا أوه ماي جاد مش ممكن تحفة تجنن هو ده اللي كنت عايزه بس مش عارف حاسس نفسي شبه الواد بتاع الكوتشينا إيه الشخصية بالظبط بص يا معلم الشخصية بتاعتنا دي شخصية هي من وحي خيالي طبعا إبداعي الخاص يعني وهي شخصية القائد المغوار عماد الدين الأليوبي عماد الدين الأليوبي أوكي المشهد بتاعنا اللي بنعمله دلوقتي هو مشهد في ظل الظروف والحروب الصليبية بيجي بقى القائد بتاعنا المغوار ده علشان يتفاوض مع الصليبيين والأمراء الصليبيين على الهدنة على السلام على شفته بص اكيد شفته فيلم شفته وانا قاعد في حته شفته لا يا معلم صدقني انا واثق صدقني انت بيتهيألك دي في دي حاجه ده ابداعي الخاص يا جوني في ايه ميبي ميبي طب بص بعيدا عن الكلام ده عايزك في موضوع تعالى طب اتفضل بص اسالني في اي حاجه انا معاك يعني انا مش هسالك مين دول ولا انت جبتهم منين انا هسالك سؤال واحد تعالى يا حاج مين ده كبير فرسان المعبد كبير دي بالمقام مش بالسن فضل يا حاج هو اسف فضل يا حاج وايه ده مين ده
تعال يا برنس. مين البرنس؟ ده كبير الخيالة. ده هتصوره بيركب حصان ازاي؟ هتخرجها ازاي؟ قول لي. جرايه جوني في ايه؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الناس دول كلهم في المونتاج وانت التركيز عليك. بنصورهم ليه طيب؟ بنصورهم ليه لو هنشيلهم في المونتاج؟ جوني لو سمحت ما تتدخلش في شغلي، انا هنا المخرج وانا هنا الليدر. اوكي سير. انت جاهز؟ اه جاهز. لا مش جاهز. اتفضل روح كمل لبسك والبس الخوذه. اوكي. جاهزين يا جماعه؟ جاهزين يا باشا. قوم يا حاج. انت قاعد ليه؟ امسك سيفك. ترصوا بقى. ترصوا هنا. تعالوا ورايا. تعال يا حاج. ها جاهزين؟ اكشن. مداش وبعت مرسال من ردلته بيستهزئ بينا المفضوح. رد الوحيد على شخص زي ده نحن نبعت له جتة المرسال بتاعه. ايه ده؟ ده هو اللي دايب ذات نفسه بانه دريء. حاجه عجيبه، ما يجيبش معاه رجاله تحرسه ولا ايه؟ مفكرنا افيان وبيستهزئ بينا. جود بوي. ريتشارد قلب الأسد، ملك إنكلترا وكبير مشجع مانشستر يونايتد. جومابيل فيليب أغسطس. أبقى ملك إيه؟ ملك فرنسا. ما أنا قلت جومابيل. فرشين يا جميلة الجميلات، أرملة وجاية في أي مصلحة. كوناردي دي مونفرات ملك ألمانيا. ويرد. روبرت فروم أيرلندا. والحق أريود أوف رندا. إكسكيوز مي، آخر حتة اوف رياندا. معانا ورا بقى اوفر ديو. حارس الدرع الزاد امبراطور بيدلتا قائد فرسان المعبد. وحفظتها ازاي دي يا حاج؟ او ماي جاد. اكشلي انا نسيت انا مين. وير ا مينت. انا عماد. عماد الدين خدام العرب. شوف يا عم عماد، لو عاوز تخلص موضوع الحرب اللي بيناتنا دي يبقى تسلم واحنا لينا شروط. اكسكيوز مي، ما سمعتكش كويس. الأرض دي انتوا مالكوش فيها. بلس لو عايز فعلا سلم اوكي بالنسبة لي قشطة موافق. نعمل قعدة عرب وانتوا اتكلوا على الله بعد ما نتفق عليها وبضحكوا على الميل. انت ما عاوز تسلم ليه؟ السلام بتاع ربنا. نفهم من كده انك ناوي على الشر وعاوز تحاربني. لا انت عندك مشكلة في الاستيعاب. انت اللي بتقوله ده عكس اللي انا قلته خالص. اقطع دراعي من هنا اهو ان كنتش بتستهزئ بينا. دراعي وليه؟ انت بتسخريهم ايه؟ ريتشارد انا بكلمك انت، ما تدخلش الستات في الموضوع. اكشلي الحرب مش ستايلي قوي، يعني انا الوقت ده ممكن اضيعه في حاجات كتيره قوي مفيده اكتر. بس لو انت عاوز الحرب سوات. انت مايل اللي انت بتقوله ده يا ابن الحلال؟ احنا ما احناش قلائل، احنا هندشملك انت واللي معاك كلياتكم. سو فاني. يو نو وات؟ هيتني. انتم تحرقون زيت الزيتون وإذن فهي الحرب. الحرب 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 الحرب. هي الحرب دي ما فيهاش نسوان. الحرب دي رشفة. بتصور ايه؟ بتصور ايه؟ ايه يا جوني ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا دلوقتي؟ المشهد لسه ما خلصش، اتفضل خش المعركه. ده مشهد؟ ده سلطه بلدي، بعدين انا البطل، بتصورني من ظهري؟ جوني انا المشهد اللي فات بتاع رد قلبي بتاع ايه؟ ايوه بتاع عليا ويكا صورتك من وشك، المشهد ده من ظهرك عشان يبقى فيه فرايتي جوني. طب البتاع اللي انت بتعمله ده كله هتخلصه امتى؟ احنا المفروض نسلم بكره بالليل اخر ميعاد. انا بكره بالليل يا معلم هخلص المونتاج والمكساج والدوبلاج. وقولي الاول انت امتى النتيجه؟ بعد ست شهور تقريبا. اه اوكي ده لسه بدري جدا. على فكره احنا في السيف سايد. عايز اقول لك حاجه فزاع مقطعك في المشهد ده موت ثلاثه لغايه دلوقتي. جوني
الحق عشان مش هتلاقي حد تموته. انا هموت وزع نفسه. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جبت الحاجات؟ كل حاجة طلبتيها جبتها. الفراخ جبتها شمر؟ جبت الفروزة شمر. والبط والحمام؟ جبت كل الطير، وديت الفزاعة يدبح فيه وينظفه. وجبت المغات؟ يا بنت جبت 10 كيلو، جبت كل اللي طلبتيه مني. ماشي. بسم الله ما شاء الله. فرحان قوي. يعني عم تاكلي ما عارفين شو سدوكي. واه. إيه يا كبير؟ هتبصلي في اللقمة ولا إيه؟ يا بنت ما قصديش يا بنت. بس يعني اللي يشوفك أول ما حبلتي كان نفسك طامة وأكلك كيف أكل الزرزورة، ما عايزاش تاكله خالص. بس دلوقتي بسم الله ما شاء الله عم تحشي كيف الجاموس هالعشار. أبوكي، أبوكي اللي سكين العاكر، خامس مرة يتصل بي يسأل على العنوان، مع إنه جهنه ولا 100 مرة قبل كده. معلش يا كبير، استحمل حكم السن برضك، ما انت عارف هو من ساعة ما تعب آخر مرة بقي بينسى شوية. ينسى شوية؟ ده نعمة منيه على الآخر. يا حاج درديري، أنا مين إيه يا حاج درديري؟ أنت اللي متصل. أنا الكبير يا حاج الكبير، جوز بنتك هدية. يا حاج أنا يا حاج أنا قايل لك العنوان يا جي 100 مرة قبل كده. أنت فين دلوقتي؟ هتلقى جامع، هتلقى جامع. تمام، بعد الجامع ده بحر، خليك ماشي طوالي تلقى شرق قطر، بعديها تلقى الترعة، امشي معاه تلقى الدوار. زين. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ايه انا كبير جد بنتك يا حاج، تبين انه هبقى مرر طافح. ايه الاستفزاز ده؟ الساعة بقت 3 والنتيجة لسه ما نزلتش على السايت. ما هي مش تبقى 3 بالظبط، يعني هتتاخر ربع ساعه 10 دقايق كده. طب ليه؟ ليه يلعبوا بعصبنا؟ ليه؟ احنا 10 تنفار بس بينقوا منهم. جوني دول بيعملوا فيلم تايتانيك 2 وبيختاروا البطل بتاعه، مش بيعملوا سنوات الضياعه. يعني انا قاعد متوتر ومحروق دمي وانت قاعد مفخد. طالع مكان، طالع مكان، انت توتر شويه، انا تعبت، طالع مكان. حاجه استفزازيه. يا نهار اسود. ايه؟ ايه سيت؟ لا اللابتوب هنج. يا اخي اتنيل، اعملوا ريفرش. طب خلاص اوكي يا جوني، كالم داون، في ايه؟ يا نهار اسود. ايه؟ هي ناقصة، هي ناقصة. هات هات يا عم، انا غلطان اللي اديتهولك. او ماي جاد. ايه؟ ايه في ايه؟ ايوه يا حاج درديري، ترى على شمالك حلو قوي، خليك مكمل طوالي، هو الدوار اللي في وشك ده. ماشي، سلام عليكم. يا كبير، كنت عاوزك في موضوع كده. خير يا جوني؟ فاكر مسابقه التمثيل بتاعت امريكا اللي قلت لك عليها؟ ايوه المسابقه. عدم لا مؤاخذه، الراجل ده مخبل. ايوه يا حاج درديري، عاوز ايه تاني؟ النمرة دي بترن عليك. أنا الكبير يا حاج. جوز بنتك! حلو قوي، لقيت تمثال. وقف عندي، هو ده الدوار. أيوه شايفك، شايفك، شايفك يا حبيبي، بتعمل لي باي باي، شايفك. يلا يلا يلا. ده ده. علم لا مؤاخذة يا أخوي، قول لي. Guess what؟ قبلوني في المسابقة. هبقى بطل تايتانيك 2. صح صح، الف مبروك. الله يبارك فيك. هتسافر متى تصور الفيلم ده؟ بكره بالليل. باه، يعني ما تحضرش الولادة ولا ايه؟ الدكتور قال ان هديه هتولد الاسبوع ده. طب انت هترجع متى؟ ما هو ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. انا مش هرجع تاني. انت بتقول ايه؟ دقيقة واحدة، افتح الراجل المخبل ده واجيلك.
السلام عليكم حجي درديري. والكبير قاعد هنيه؟